مشاهدينا الكرام، عدنا بعد الفاصل للمسامح كريم في سهرة الجمعة. للتواصل مع البرنامج رقم وحيد 20 750 733، 20 750 733. نحب نرحب بكريمة في المسامح كريم. مرحبا يا كريمة. وبيك عشك. أهلا وسهلا بك. أهلا كريمة، تقدم لي روحك. أنا كريمة المهاجري من قعفور ولاية سليانة. أيوة. أنت جيتنا من قعفور؟ من قعفور ولاية سليانة. مرحبا بك. وبيك عايشك. أنا عندي بنتي كانت تعيش لباس عليها عادي كل شيء، في دار قبل ما تخرج في دار الجامعة تبدلت الطفلة، ولت عنيفة، ولت ما تحبش تاكل، ما تحبش حتى شيء. طلبها واحد قالها انا نحبك ونحب نجي نتقدم لك وكل شيء. هي حاجه باهيه هذه. قالت لي ماما راهو هكا وهكا، راهو باش يجينا وباش يخطب. قلت لها، قلت لها انا وبوها مرحبا بيه. شويه احنا كي حضرنا رواحنا ونستنوا فيه عاود كلمها، قالها العجله نتاع الكهرباء تفل. قالت لي ما نجمش نجي. مشات هكاك بعد بنهارين عاود ديما يطلب فيها، ديما على اتصال بها. ايوه ديما على اتصال بها. شويه نهار 4/3 فيفري اخر مكالمه معاه. 3 فيفري العشيه. ايوه حكيت معاه كل شيء، حتى كي تغششت عليها انا قلت لها اعطيني تليفونك، مال انت كي ما حب هو ما جاش. يعني قالها بوه ما عينوش بي، كان جاي عينو بيك راه جاك للدار. عطاها زوج مواعيد وما نفذهمش. كان جاي عينو بيك راه جاك. بالضبط. فما حكايه معناها. فما حكايه، قال لها فما حكايه. قال هي ما صدقتنيش لا انا لا بوه. ولت الطفلة عنيفة، ولت عايشة على أعصابها، وبطلت الماكلة، يعني نقدت على حياتها ومعها أنا وعيشتها ولت بكي. قالت بيه بابا ما يحبنيش ناخذ. قلت لها كيفاش طما بو ما يحبش بنته وتاخذ وكل شيء. آخر مكالمة كلمها 3 فيفري مع 5 تاع العشية كاكا. لا 3 فيفري 3 فيفري مع 5 6 تاع العشية حاجة كيما هكا. قالت لي ماما أعطيني نمشي نشري تيكي. قلت لها بري الحانوت قريب لنا بري. كلي استبطيتها شوية طليت عليها، قال لي الحانوت راهي جات خذت تيكي ومشت. جاية فمك الزنقة كبحذانا وائد هابطت، حكيت معاه يمكن وخذت موعد معاه وكل شيء وجئت. أنا كي جات قلت لها مشني، قلت لك ما عادش تحكي معاه، ماني قلت لك ما عادش تحكي معاه، ما عينوش بيك راه. فكيت لها التليفون، مالفا كي نفك لها التليفون تولي عنيفة وتولي ما تحبش على تليفونها. قالت لي عادي خذي، قالت لي تليفونك على روحك. أيوه. وهي مبرمجة نهار 4 فيفري صباح 5 نتاع الصباح خرجت. قامت خرجت؟ قامت. ما فقتش بها انت؟ لا جاب بايها من الخدمة يعس بالليل على الزيتون. ايه؟ كي روح الصباح بعد ما روح بايها قالت لي ماما باش نمشي حاشاك للتواليت. ايه؟ على الأسف باش نمشي للتواليت. استبطيتها شوية قمت نلوج عليها ما لقيتهاش خرجت. يعني من 4 نتاع الصباح؟ من 5 ل5 نتاع الصباح. الدنيا ظلام والدنيا ظلام. انا امها كي خرجت لبرا خفت. لازم يستنى فيها هو ربما. لا كي بعد ما هبطناها على الفيسبوك كل شيء لوجيست غاديك قعفور اسمه قال بعد بمده بالقدا. بعد قداش؟ شهرين؟ بعد هكاك 3 جمعات 4 جمعات. قالوا رضية على الفيسبوك راهي هبطت معايا في اللواش، راهي لقيت النقل ناقص بلاصه ركبت وحدها. وحدها؟ لا وحدها. ركبت وحدها. ركبت وحدها مع عمها. كي وصلت الباب عليوه خلطت عليها قالها راكي ما خلصتينيش. وصلت الباب عليوة تونس من قعفور لتونس. هاي لتونس الباب عليوة. قالت له قالها ما خلصنيش. قالت له لا خلصتك. قالها قديش عطيتك؟ قالت له عطيتك 10,000. قالها قديش رجعت؟ حبست هي ما تعرفش يعني. قالت له ولد تبكي. قالت له في بالي بابا باش يعرض لي باب عليوة شوي، بابا ما عرض ليش. ولد تبكي كل شيء. قالها بلاي بري على روحك. حكي لي والراجلي هذاك عادي به. من 4 فيفري لهذه الساعة ما ريتش بنتي. ترى من الوقت هذاك ما ريتش بنتك؟ من 4 فيفري لهذه الساعة ما لقيتهاش. ما لقيتهاش، ما نعرف عليها حتى شيء. ما هي الدقي. ما هي؟ ما هي الدقي. قد عمرها؟ 21 سنة. زعما وين تنجم تكون؟ ما هي؟ ملي خرجت هي تحطمت حياتي أنا وباها جملة واحدة. ما حاجتي بشيء، حاجتي كان بنتي ترجع لي. ترجع لي حطمت حياتي. بلا وطمع أم تنسى بنتها. وباها تعب مسكين ديما يبكي. وما كلمتكمش بالتليفون؟ الجملة ما نعرف على بنتي حتى شيء. ما عندك حتى فكرة على بنتك؟ حتى فكرة بنتي من 4 فيفري هذه الساعة. شكون تحب أكثر، تحبوها ولا أمها؟
تحبنا الزوز، هي تحبنا الزوز، ديما تبوس بها من جبين وتبوسني كنت أنا. كنت تحبك راهي راهي تسالت على بوها وسالت على من وقتها لهذه الساعة ما نعرف على بنتي حتى شيء، معمول من ربي اللي يعرف بنتي وين يقول لي بركة حاجتي ببنيتي. بنتي ترجع لي كهو، ما حاجتي بشيء. معناتها انت من 3 فيفري ما ريتش بنتك؟ 4 فيفري ما ريتش بنتي لهذه ساعة. ما سمعت الصوت بنتك؟ ما سمعت الشوطة، ما سمعت عليها حتى شيء. ما تعرفش بنتك حية ميتة؟ ما نعرف على بنتي حتى شيء، حتى شيء ما نعرف على بنتي برحمة أمي متوحشتها. عسى عبد الرزاق فوق ما تتصور. الدار ولات لي جحيم، الدار كرهتها بلا باها، هي اللي معايا هي كل شيء. آخر كلمة قعدت قالتها لك بنتك شنو؟ آخر كلمة كلمت أختها قلت لها قولي لماما تسامحني. هذا هذه آخر كلمة. ولي كنتي آخر حاجة ريت فيها بنتك؟ سامحني. آخر تصوير. ديما تقول لي سامحني، ديما ماما تهز الريدو وتطلع عليا تقول لي ماما نقول لك حاجة وكل العام تقول لي سامحني. ما حاجتي بشيء، حاجتي عندك بنية بركة؟ عندي ثلاثة، زوز متزوجين وهي الوحيدة اللي معايا. هي الوحيدة اللي تعيش معايا. هي اللي معايا في الدار، هي اللي معايا. وبوها اش قال توا فين وضع؟ ولا في وضع آخر بوها، ما عادش حامل الدار جملة ديما هاجر برا، ما عادش يقول لي ندخل الدار نشوف خيال ما هي، كيفاش تتعرض لي يا بابا، كيفاش تتربج عليه، كيفاش. شو تتمنى أنت؟ شو تتمنى؟ نتمنى حاجة واحدة، نتمنى بنتي ترجع لي. ترجع لك بنتك؟ حاجتي بحاجة واحدة ما يهمنيش في حد شيء، ترجع تعيش حياتها كي قبل وخير قبل عادي، كأنه ما صار شيء غير ترجع لي يا بركة. إن شاء الله يا ربي ترجع لي. ما حاجتي بشيء. كده يا قلبي يا حتة مني يا كل حاجة حلوة فيا كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي كده كده يا قلبي يا حتة مني يا كل حاجة حلوة فيا كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي يعني أختي كريمة دمعة وابتسامة رانا في المسامح كريم. شوف أنا بالخبرة المتواضعة ماك تعرف برشا ناس رجعتهم لقيتهم إن شاء الله مادام عرفت واحد مشيت معاه يا موجودة معاه هذا اللي يحب ياخذها. شنو تعرف عليه الرجل هذا؟ ما نعرف عليه حتى شيء، عمري ما ريته، ما نعرف حتى شيء، عرفت وهي بالتليفون. ما نعرفوش جملة.
حتى اليوم استدعوني في سليانة جابوه فرقة الأبحاث وكل شيء. جابوه؟ شي تشكيت بيه أنت؟ شي تشكيت بيه وجابوه وكل شيء لفرقة الأبحاث وكل شيء. قلت لهم أنا في تونس يعني ما نجمش نقابله، ما قابلتوش. قال على أساس كلموا بوها قالوا له غدوة. مكافحة باش تعملوا؟ بوها مشى شافه؟ غدوة 8:30 قالوا له إجا، ما نعرفش مازال وهو ما غادي ولا لا، ما ندري. باش تسألوه تقولوا له ويني البناية؟ الطفلة حشتنا بالطفلة. قد عمرها هي قلت لي؟ 21 سنة. يعني مسؤولة على نفسها 21 سنة؟ ما تتسمى مسؤولة على نفسها. ما هي ما أحلى اسمها هي ما هي؟ ما هي الدبي. ما تخدمش ما تقراش ما هي؟ لا تقرا لا تخدم لا حتى في الدار. في الدار. هذه الكاميرا تاعك ما هي في اللحظة هذه باش تكون تتفرج فيك. إذا موجودة. إذا موجودة راهي تتفرج فيك. شنو تحب تقول لبنتك؟ كلمها؟ أحكي معاها. نحب نقول لها عايش بنيتي ارجع لميمتك وبايك، ما تخافي من شيء، ارجع لي عايش بنيتي، ما عدتش حامل الدار من غيرك، عايش بنتي ارجع لميمتك عايشك، معمولك الرب اللي يعرف اي حكايه على بنتي ولا بنتي تشوف فيا ولا حاجه، معمولكم الرب. نحب على بنتي ما طالبه حتى شيء، طالبه كان بنيتي ترجع لي. كناها تمشي وتسيبني وحدي في الحياه والدنيا. يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حدا عبال. يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعبان. كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح. كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح. مش فاضل لي مني غير حبة جروح. مع السلامة يا حبيبي وفي أمان، عمري ما هقول يوم عليك ماضي وكان، عمري ما انسى مهما قال بيا الزمان. قصة مها ليست الأولى في المسامح كريم، برشا حالات شفتوها في المسامح كريم انطلقت بصورة من المسامح كريم كما هكا، فما اللي رجعت لداره وفما اللي ما رجعتش، وبرشا قصص مثيرة صارت في هذا البرنامج. أنا نتمنى تكون مها موجودة، نتمنى تكون مها لبس عليها، ونتمنى تكون مها تفرجت الليلة في نداء الوالدة متاعها، وإن شاء الله مها ترجع وتتصل بالبرنامج على رقم 20 750 733، ونحن نرجعوها لبوها وامها. وعليك أمان الله يا مها ما يمسك حتى حد، وترجع لبوك وأمك، باش ما نقولوش مع السلامة، نقولوا إن شاء الله يا ربي تكون مها في وسط عائلتها وتمسح دموع الوالدة متاعها اللي إلى جانب. مشاهدينا الكرام إلى فاصل ثم نعود. عندما لا تجد أحدا يستمع إليك، نحن نصغي إليك، نفتح لك باب الأمل ونوافذ المستقبل، للاعتراف بجميل، للالتقاء ببعيد، للاعتراف بخطأ، للتصريح بمشاعر، للقاء شخص عزيز عليكم، للبحث عن الحقيقة، لنشر قيم التسامح والتصالح، للتدخل لفائدتكم لحل مشاكلكم. مشاهدينا الكرام، هكا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من المسامح كريم.
نلتقي إن شاء الله يوم الجمعة المقبل في سهرة الجمعة مع المسامح كريم. إلى اللقاء، تصبحون على خير.